الحقيقة برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج طموح مر بعقبات كتيرة جدا، استطاع أنه خلال الفترة الأخيرة أنه هو يتخلص من أهم المراحل اللي ممكن توصف بأنها عنق الزجاج، أهمها معدلات مرتفعة جدا للتضخم وصلت إلى 33 و34%. الآن هذه المعدلات تميل إلى الانخفاض تحت حتى التو ديجيتس، وده شيء مهم قوي، قربنا من 9%. صحيح ان سنة الاساس او سنة المقارنة بتختلف وده عامل مؤثر، لكن على الاقل ما عندكش فوران، حالة فوران بتنقل التضخم الى مستويات اعلى. دي من ناحية، ده كان برضو من الاسباب اللي خلتك تقدري تقللي سعر الفايدة، وده اللي بعتقد اهم من امور كثيرة جدا بنشتغل عليها، لان سعر الفايدة طول ما هو كان غير محفز للاستثمار بعيدا تماما عن المعدلات المتعارف عليها عالميا، ده كان سبب أساسي من أن هناك عزوف عن الاتجاه إلى المخاطر أو الاتجاه إلى ضخ الأموال والاستثمارات في مشروعات ذات مخاطر، بتزود تكلفة الدين العام للدولة وبالتالي بتزود الدين العام، اللي هو أصبح الحقيقة من وجهة نظري أنا المشكلة الأهم. وكنت أتمنى أن البرنامج الحكومي يخصص محوراً كاملاً للدين العام. مؤتمر اليورو ماني الحقيقة بدايته كانت قوية جداً، القائمين عليه أنذاك أو القائمون عليه أنذاك كانوا يقومون بجهود كثيرة جداً للتحضير ولدعوة الأطراف اللي فعلاً ممكن تكون مؤثرة بشكل كبير. تلاحظ لي شخصياً أنه خلال السنوات الأخيرة لم يعد يقوم بالأغراض التي أنشئ من أجلها، وعلى هذا يعني أطالب بأن يكون في آلية لمتابعة العائد من كل برنامج، من كل عفوا مؤتمر. كل راوند بتخلص لازم يكون أولا خلال المؤتمر يكون التركيز بشكل كبير على الوان أون وان ميتينجز وعلى الوركشوبس، ورش العمل اللي بتخصص لحل مشكلات بعينها ولفتح أبواب وأفاق أمام الاستثمارات بعينها وإلى تعاقدات يتم حسمها، ثم يكون في آلية أن أنا أقدر أتابع هل أتى المؤتمر بثماره المرجوة أم لا.